كرمت مجلة بيزنس توداي 100 شركة وشخصية اقتصادية للعام الثاني على التوالي في احتفالياتها السنوية والتي تنظمها بالشراكة مع جريدة اليوم السابع التابعة لمجموعة إعلام المصريين. وتأتي هذه الاحتفالية للاحتفاء بالاقتصاد المصري، والذي يميزه في هذه الفترة التعاون ما بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص الذي حافظ على استثماراته في مصر رغم كل الصعاب. كبيرة وجميلة ان احنا في الحقيقة نحتفل بالاقتصاد المصري وبهؤلاء الذين كافحوا طوال العام الماضي ليكون لهذا الاقتصاد نصيب كبير من النمو، وربما نصيب اكثر مما كنا نتوقعه، يعني نحن في الاعلام او حتى كمواطنين. الحقيقة بي تي 100 احتفالية بتاعتي في المقام الاول لتكريم الناس اللي قامت باعمال مميزه في البيزنس في مصر. طبعا بي تي 100 هي بقى لها على كذا سنه بتشتغل على اعلى المعدلات الاستثماريه الاقتصاديه الموجوده في الدوله، واحنا حريصين دايما ان احنا نظهر مين احسن حد في الاستثمار، مين احسن حد في الاقتصاد في اي قطاع من القطاعات. ده بيخلق تنافس وفي نفس الوقت بينجح الايفنت كل سنه. احنا مؤمنين بان بكره افضل باذن الله، الاقتصاد بتاعنا هيبقى كويس باذن الله، بس هو شيء من الصبر وشيء من المزيد من الانتاج، ومش هنخرج من المكان اللي احنا فيه او من الازمه اللي احنا فيها. واقتصادنا هيعتمد عشان يتحسن بيعتمد على حاجه اساسيه وهي الانتاج. النهارده الايفنت من اكبر الايفنتس اللي موجوده في مصر دلوقتي، احنا شايفين التجمع الوزاري الكبير اللي موجود واكبر رواد الاعمال اللي موجودين في مصر، فما كانش ينفع نفوت ايفنت زي ده. احنا مبسوطين ان احنا تم تكريمنا النهارده من اكبر 50 شركه اثرت في الاقتصاد المصري في 2018، وبنحاول على قد ما نقدر نكمل مسيره النجاح بتاعتنا في الفتره اللي جايه. احنا الجائزه بتاعتنا في الابتكار في قطاع الاتصالات، فاحنا يعني احنا في اتصالات مصر بنفتخر دايما بان احنا بنقدم حاجات مبتكره كتير. مصر مليانه رجال اعمال محترمين كتير ومليانه شركات محترمه، من حقهم تماما ان يكرموا. انا عارف ان في لجنه من الجهه المنظمه حاطه كرايتيريا وحاطه اسس كتيره على اساسها بيتم التقييم. الحقيقه ان احنا اولا بنشكر القائمين على تنظيم الحدث دوت، وحدث مهم جدا. احنا كنا موجودين فيه السنة الثانية على التوالي، واحنا كنا رعاة من الرعاة المهمين جدا، اللي احنا شايفين ان الحدث مهم، وجودنا في وسط المجموعة دي مهم لينا. هو الحين بنتكلم الاول على بيزنس توداي بشكل منفصل. هي طبعا مجلة اقتصادية بتصدر باللغة الانجليزية، بقالها 25 سنة بتصدر في السوق المصري، وتعتبر هي اكبر مجلة اقتصادية بتصدر في مصر ناطقة باللغة الانجليزية او موجهة بتخاطب يعني اللي بيتكلموا انجليزي سواء جوه مصر او بره مصر. بي او دي هي الشركه اللي مسؤوله عن اداره هذه المجله بالتعاون مع مؤسسه اليوم السابع اللي بيديرها الاستاذ خالد صلاح، فبالتالي بي او دي هي اللي بتنظم هذا الحفل كل سنه. انا بشارك بصفه رئيس اتحاد الصناعات المصريه. اتحاد الصناعات الحمد لله شارك في مبادرات اقتصاديه كثيره، منها اصلاحات ضريبيه، اصلاحات لقوانين كثيره، مشاركات في المجتمع المدني بصفه عامة، وده أهمنا دايما إزاي إن الاقتصاد يبقى هو القائد والاقتصاد يبقى هو القاطرة، لأن أي دولة ما تستقرش غير ما الاقتصاد بتاعها بيستقر. الاقتصاد بيعمل عملية استقرار اجتماعي. إحنا النهاردة الحقيقة بيزنس توداي في عامها الثاني من الجوائز، لدينا رسالة واحدة للمستثمرين، سواء هؤلاء الذين يستثمرون مع القطاع الحكومي أو المستثمرين القطاع الخاص، رسالة طمأنة إعلامية وشعبية. كتير جدا من عمليات التخويف للمستثمرين خاصة الاستثمار الأجنبي بتتم في وسائل إعلام كتير جدا معادية لمصر. احنا بنطمئن المستثمرين بأن هناك مؤسسات إعلامية بتقول شكرا لكل هؤلاء الذين أنجزوا فعليا وعمليا على أرض الواقع.